السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس الوطن العربي، مادة علوم الأرض والبيئة للصف الأول ثانوي العلمي. شباب وصبايا، نحن بلشنا في الحديث عن موارد الطاقة والمشكلات البيئية. فعليا نحن أنهينا الحديث عن هذا الموضوع، حكينا عن الموارد الطبيعية، حكينا بأنها متجددة وغير متجددة. أنا ببداية كل فيديو بعرض لك الدرس اللي أخذناه قبل، الفيديو اللي أخذناه قبل. هالمرة هاي بدي أعرض لك كل شيء أخذناه، لكن بشكل سريع علشان الناس يلي مفوتة حصة أو رايح عليها فيديو من خلال فيديو اليوم تكتشف إيش رايح عليها. نحن أخذنا عن موارد الطاقة الطبيعية، أخذنا عن الشمس، أخذنا شو مصدر الطاقة الشمسية، طبعا شرح تفصيلي وخططناه على الكتاب. أخذنا عن الوقود الأحفوري، حكينا كيف الوقود الأحفوري بيتواجد على شكل مواد هيدروكربونية صلبة. أخذنا عن الفحم الحجري والصخر الزيتي والرمل القار وأدق تفاصيلهم. بعدين بلشنا في الحديث عن المشكلات البيئية، حكينا بأنه إحنا في عنا استنزاف الموارد وإيش هاي مظاهر الاستنزاف اللي هي نقص التنوع الحيوي وأسبابه وما إلى ذلك. بعدين تطرقنا لموضوع التصحر، لهون كانت أول حصة. بعدين حكينا عن استدامة الموارد الطبيعية، وحكينا بأدق التفاصيل اللي بتتعلق باستدامة الموارد الطبيعية من حيث استدامة موارد الوقود الأحفوري ولحديت استدامة الموارد الفلزية وغير الفلزية. أوكي؟ بعدين تطرقنا لموضوع التلوث البيئي، حكينا عن تلوث المياه وفرقنا ما بين مفهوم النقطية والغير النقطية. بعدين حكينا عن ملوثات المياه السطحية يلي هي عبارة عن مواد مستهلكة للأكسجين والأكسجين المستهلك حيويا والإثراء الغذائي والمواد السامة، طبعا أدق تفاصيلهم شرحتهم خططناهم على الكتاب، يعني أنت معك المادة كاملة. والتلوث الحراري وملوثات مياه البحار والمحيطات، حكينا عن الكائنات المسببة للأمراض والرسوبيات. لحديت هون كانت عنا الفيديو الثاني حصة كاملة. بعدين بلشنا في الحديث، بتوقع هي الحصة الماضية، اللي هي ملوثات المياه الجوفية، حكينا عن أدق تفاصيلها كذلك. بعدين حكينا عن النفايات الصلبة اللي هي تقسم إلى نفايات منزلية ونفايات زراعية ونفايات صناعية، وفرقنا بين هاي النفايات. بعدين حكينا كيف بتخلص من النفايات الصلبة عن طريق المكاب المكشوفة أو التمر الصحي أو الحرق أو التحلل الحيوي، برضو حكينا بأدق التفاصيل وخططنا المادة على الكتاب. بعدين تطرقنا لموضوع تلوث الهواء، حكينا عن مصادر تلوث الهواء اللي هي محطة توليد الكهرباء، حرق النفايات، دخان السيارات، انبعاثات البركانية، وحكينا مين الأخطر، مين كميتها أكثر، البشرية ولا البركانية. وا 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 وا. تطرقنا لموضوع ملوثات الهواء اللي هي ملوثات هواء، حكينا انه أولية أو ثانوية. الأولية اللي هي بتطلع من المصدر بصورة مباشرة، الثانوية اللي هي بيتم تفاعل ما بين ملوثات الهواء الأولية لكن في طبقات الجو، بينجم عنها ما يسمى بالهطل الحمضي والضباب الدخاني. حكينا عن مشكلة اضمحلال من مشاكل تلوث الهواء اللي هي اضمحلال طبقة الأوزون. حكينا بعدين عن الهطل الحمضي، إيش الأكاسيد اللي بتكون موجودة عندي في الهواء التي ينجم من خلالها المطر الحمضي، طبعا بكلها من ملوثات المصانع. آخر شيء تطرقنا له اللي هو موضوع الاحترار العالمي، تحدثنا عن غازات الدفيئة. آخر شيء اللي هو تلوث التربة، هذا كان معنا آخر شيء المرة الماضية. حكينا عن ملوثات التربة، عرفنا بالبداية شو المقصود بتلوث التربة، حكينا إنه من ملوثات التربة يلي هي الأسمدة أو مبيدات الآفات أو النفايات الصلبة أو السائلة من المنازل أو الصناعات، حكينا عن تملح التربة، حكينا عن المواد المشعة. لهون كانت الحصة الماضية أو الفيديو السابق. طبعا فتحنا الكتاب خططنا، اليوم بدي أتطرق لآخر شيء، لآخر شيء بهاي الوحدة يلي هي موارد الطاقة البديلة. بصفي في عنا حل أسئلة، يعني هلأ بدي أحكي عن موارد الطاقة البديلة، بعدين في عنا حل أسئلة. هلأ حل الأسئلة ما رح أحلهم، أنتوا هاي حل الأسئلة عندكم كواجب بيتي، أي حدا عنده سؤال يبعث لي على الخاص. أوكي، حل الأسئلة الفصل يلي هي صفحة
178 برضو كواجب بيتي، أي حدا عنده سؤال عنده استفسار يبعث لي على الخاص. ماشي يا ماما؟ هلأ بدنا نبلش في الحديث عن موارد الطاقة البديلة. هلأ لما بدي أحكي عن موارد الطاقة البديلة، هلأ نحن بشكل عام بنعتمد على موارد الوقود الأحفوري بجميع لتلبية طبعا جميع أشكال حياتنا، جميع احتياجاتنا الأساسية أو الكمالية. أنا بعتمد بحياتي على موارد الوقود الأحفوري، يعني هي المصدر الأساسي اللي بتقوم عليه جميع الأنشطة البشرية. لكن نتيجة زيادة الطلب على هاي الموارد أوكي الغير متجددة، كان لابد لنا أن نبحث عن موارد أخرى تتميز هاي الموارد بأنها متجددة، بأنها صديقة للبيئة. صديقة للبيئة يعني ما بينجم عنها تلوث للبيئة أوكي. من هاي الموارد ومن أهم موارد الطاقة البديلة اللي هي أول شيء اللي هي الطاقة الشمسية. هلا عند الحديث عن الطاقة الشمسية فإن هذا المورد مهم جدا. ليه؟ لأن الطاقة الشمسية مهمة لجميع أنظمة البيئة بشكل عام، جميع الأنظمة بحاجة إلى الطاقة الشمسية. كمان الطاقة الشمسية هي مصدر مهم للطاقة البديلة والمتجددة، وهي متوافرة بشكل عالي جدا، بتغطي حاجة الإنسان الحالية والمستقبلية أوكي. يعني حتى لو استنزفت برضه بتغطيها لأنها متجددة موجودة بشكل مستمر. كمان الطاقة الشمسية هي داعم للحياة على الأرض. طبعا لما نحكي عن الطاقة الشمسية بتكمل استخدامات الطاقة الشمسية زي لما نحكي مثلا السخانات الشمسية. هلا السخانات الشمسية مثلا بتتواجد على أسطح ملازمنا علشان تسخن المياه. كمان باستخدام الخلايا الضوئية الكهربائية يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، وهذا يلي نحن بدنا إياه. وأيضا تستخدم الطاقة الشمسية في شحن بطاريات الكهرباء، سواء كانت عندنا هاي البطاريات موجودة في المركبات الأرضية أو بالفضائية. وكمان بدي ألفت نظرك لشغلة، إنه فعالية السخانات الشمسية، هلأ أكيد السخانات الشمسية يلي موجودة هلأ مش زي اللي تم اخترعها من 50 سنة فاتت. كل ما عمالها فعالية السخانات الشمسية مثلا من حيث الفاقد الحراري يعني بيقل، يعني بتزيد عندي كفاءة هاي السخانات الشمسية. وفعالية الخلايا الشمسية أيضا كل ما عمالها بتزيد، بسبب طبعا التطور التقني يلي عم بيصير يوم عن يوم. إذا أول مورد من موارد الطاقة البديلة يلي هو الطاقة الشمسية. تاني مورد يلي هو طاقة الرياح. دايما طاقة الرياح منشبهها، شوف قدامك لي هاي المراوح. لما نحكي عن طاقة الرياح أنا بحكي عن في عنا إشي بسميه مزارع الرياح. طبعا هي أماكن بتكون فيها المراوح الهوائية زي اللي موجودة بكاليفورنيا بالسويد بالنرويج، بالكتاب موجود لك هاي الأمثلة. هاي الأماكن مسؤولة إنها بتحول عندي طاقة الرياح إلى طاقة ميكانيكية، وطبعا بتولد الكهرباء. طاقة الرياح برضه هي من سبل أو من موارد الطاقة البديلة المهمة جدا يلي ممكن أنا أستخدمها عوضا عن استخدامنا لمصادر الوقود الأحفوري. طاقة الرياح، الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة. ثالث نوع طاقة الحيوية. هلأ لما نحكي عن الطاقة الحيوية بعرفها، هي تلك الطاقة التي يتم الحصول عليها من الكائنات الحية ومخلفاتها. عند الحد لما نحكي حيوي يعني أنا بحكي عن كائنات حية. لما نحكي طاقة حيوية معناته أنا بحصل على هاي الطاقة من الكائنات الحية ومخلفاتها بشكل عام أوكي. هلا من أهم الأمثلة على الطاقة الحيوية، أول مثال يلي هي بحكي عنه مادة الجفت. مادة الجفت أو اللي هي تفل الزيتون. هلا بمعصر الزيتون، بعد ما يتم عصر الزيتون وأخذ الزيت منه بيضل عندي بقايا الزيتون.
هلأ هاي البقايا من الممكن ناخدها ننشفها، يتم ضغطها ويتم استخدامها في المواقد، وبرضه هي من مصادر الطاقة وتشتعل بصورة طبيعية جدا. شو مصدر الجفت؟ مصدره طبيعي اللي هو تفل الزيتون. تاني شيء اللي هو الإيثانول الحيوي. الإيثانول الحيوي هو طبعا منتج من مخلفات قصب السكر أو الذرة أو الحبوب. هلأ الإيثانول الحيوي برضو بستخرجه أنا بصورة طبيعية مثل ما حكيت، سكر أو الذرة أو الحبوب، بستخدمه كمصدر للطاقة كوقود للسيارات. أو من الممكن هذا الإيثانول الحيوي يتم خلطه بالوقود المستخرج بصورة طبيعية اللي احنا بنستخدمه اللي هو مش من مصادر الطاقة البديلة، بهدف أني أنا أقلل من كمية استهلاك موارد الوقود الغير متجددة. يعني يتم دمج الإيثانول الحيوي بالوقود الطبيعي بهدف أني أنا أقلل من كمية الاستهلاك للوقود الطبيعي اللي أنا بستخرجه أو مصدره مصادر طاقة غير متجددة، وقود أحفوري مثلا. أوكي، ثالث نوع يلي هو الديزل الطبيعي. الديزل الطبيعي، الديزل الطبيعي برضو يتم استخراجه بصورة طبيعية، إما بيكون من أصل حيواني أو من أصل نباتي. الديزل الطبيعي إما بستخرجه من الزيوت النباتية أو من الشحوم الطبيعية، يتم استخراجه بطرق معينة ويتم استخدامه. رابع نوع من أنواع الطاقة الحيوية أو من الأمثلة على الطاقة الحيوية يلي هو الغاز الحيوي. الغاز الحيوي زي غاز الميثان، غاز الميثان اللي هو CH4. هذا الغاز ناتج من روث الحيوانات من نفايات المنازل الموجودة في المكاب. أوكي، هذا الغاز بنستخدمه برضه بصورة كمصدر للطاقة البديلة. أوكي، إذا عند الحديث عن الطاقة الحيوية اللي هي الطاقة الناتجة من الكائنات الحية أو يتم الحصول عليها من الكائنات الحية، من الأمثلة عليها الجفت، الإيثانول الحيوي، والديزل العضوي، والغاز الحيوي. وقف الفيديو، انقل هدول الأربعة عندك على الدفتر، أنا بهمني هاي التعريف يكونوا موجودين عندك على الدفتر. أوكي، وقف الفيديو وانقل هدول التعريف بالكتاب، حطت لك يا دوب هيك كلمتين عن كل واحدة، فأنا بدي تعريفهم كامل. ثالث شيء اللي هي الطاقة الحيوية. رابع شيء ألا وهي الطاقة النووية. لما نحكي عن الطاقة النووية بنسمع بشيء اسمه الاندماج النووي، أخذناه المرة الماضية لما حكينا عن الطاقة الشمسية وما إلى ذلك. لما نحكي عن عملية الاندماج النووي أو عملية الانشطار النووي، هاي العملية للعناصر المشعة تعطيني طاقة. هاي الطاقة الحرارية العالية أنا بإمكاني أستخدمها، بولد من خلالها طاقة كهربائية. أوكي، وهي الطاقة عالية جدا ومتوفرة بصورة عالية جدا. طبعا هاي الطاقة أنا بحصل عنها وين؟ بالمفاعلات الذرية، بستخدم الحرارة الناتجة عن هاي المفاعلات في توليد الطاقة الكهربائية. عند الحديث عن الطاقة النووية في عندي بعض التخوفات من استخدام هاي الطاقة النووية، يعني من حيث مثلا موضوع تسرب الإشعاعات الضارة من المفاعلات النووية إلى الوسط المحيط، وكمان الآليات يلي موجود فيها هاي المفاعلات النووية، برضو عملية التخلص من هاي النفايات الناتجة عنها برضو صعب شوي، يعني بيشكل عندي مثل نقطة سوداء لاستخدام الطاقة النووية. لكن كل يوم عن يوم بيصير في عنا تقنية جديدة لاستخدامها وتصميم آليات جديدة بحيث يجعلها أكثر أماناً للاستخدام. أوكي، إذا لهون نحن منخلص موارد الطاقة البديلة. أول شيء يلي هي الطاقة الشمسية، ثاني شيء طاقة الرياح، ثالث شيء الطاقة الحيوية، رابع شيء اللي هي الطاقة النووية. طبعا هلا بفرجيك تخطيطهم على الكتاب. هلا في عنا حل اسئله الفصل. اسئله الفصل عليك واجب زي ما حكيت لك قبل شوي. هلا بدي انتقل للوحده الاخيره معانا بهذا الفصل الدراسي، فلك وعلوم الفضاء. بعرف انت بتحب هاي الوحده، لعبتك الصغيره لما نحكي عن الفلك وعلوم الفضاء.
طبعا رح نتناول في هاي الوحده كثير من المواضيع. هاي المواضيع حلوه وجميله ولذيذه، تتعلق بالفلك وعلوم الفضاء. اولها يلي هحكي عنها اليوم، رح نحكي عن جغرافيه الكره السماويه من حيث معالمها، معالم هاي الكرة السماوية. رح نحكي عن إشي اسمه دائرة البروج، رح نحكي عن إشي اسمه دائرة استواء السماء. هذا الإشي حناخده اليوم. بعدين في الحصة الجاي أو في الحصص الجاي رح نتناول عن، رح نحكي عن النظام الشمسي. رح نحكي بأنه النظام الشمسي من حيث الشمس، من حيث الكواكب، توابع هاي الكواكب، مكونات النظام الشمسي، الغلاف المحيط بالنظام الشمسي وما إلى ذلك. أوكي؟ في البداية دعنا نحكي عن الكرة السماوية. لما نحكي عن الكرة السماوية، هلأ إذا اطلعنا إلى السماء بالليل، طلعنا على السماء بالليل، شو بنشوف؟ بنشوف نجوم تتحرك. هاي النجوم حركة ظاهرية، ظاهريا يعني بالنسبة لي أنا بشوف النجوم هي اللي بتتحرك. أوكي؟ طبعا هاي الحركة اللي بنشوفها هي ناتجة عن حركة الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق. لكن هاي السماء يلي بنشوف النجوم من خلالها زي كأنها كرة وهمية، زي كأنها كرة شمالها وهمية. هاي السماء يلي أنا بشوفها بالليل، هاي الكرة واسعة بتحيط بالأرض. بطلق على هاي السماء يلي بنشوفها يلي بتحيط بالأرض، بطلق عليها اسم الكرة السماوية. إذا ماذا نسميها؟ بسميها الكرة السماوية. شو بعرفها؟ بحكي هي عبارة عن كرة وهمية ضخمة، تبدو الأجرام السماوية فيها كأنها مثبتة على السطح الداخلي لها، ومركزها مين؟ مركزها الأرض. أوكي؟ طيب كمل. لكن أنا وإنت إذا وقفنا بمكان، يعني أنا وقفت مثلا بنص ساحة مدرستنا وطلعت على السماء، ماشي؟ ونظرت على السماء، حشوف نصف هاي الكرة السماوية. هلأ هاي الكرة السماوية بتحيط بالأرض كاملة، لكن إذا أنا وقفت في مكان معين وطلعت من أقصى يميني وضليتني أطلع على السماء ونزلت لأقصى شمالي، ماشي؟ أو من قدامي اطلعت، ضليتني أطلع بنظري للسماء لنزلت للمنطقة الخلف، أنا بطلق على هاي كاملة، بحكي عنها القبة السماوية. أوكي؟ بلاش توقف في ساحة المدرسة. لو وقفت في منطقة صحراوية وطلعت على السماء من جميع النواحي، أنا حكون شايف نصف هاي السماء، نصف هاي الكرة السماوية. أوكي؟ شو بكون فعلياً أنا شايفة؟ بكون شايفة نصف الكرة السماوية، يعني بسميها القبة السماوية. إذا القبة السماوية بالنسبة لمين؟ بالنسبة للراصد، بالنسبة لأي شخص واقف على سطح الأرض وتطلع براسه لفوق على السماء. أنا واقفة في ساحة المدرسة وبتطلع على السماء، أنا في إلي قبة سماوية خاصة فيي. إجا أحمد ووقف على سطح بيتهم وتطلع على السماء، هو في إله قبة سماوية خاصة فيه. أوكي؟ هلأ عشان أحدد موقع على سطح الأرض بشكل عام، أو قبل ما أنتقل لهاي النقطة، في عنا إشي بسميه دائرة استواء السماء. هلأ هاي الدائرة بتبعد عن القطب السماوي الشمالي 90 درجة، وبتبعد عن القطب السماوي الجنوبي 90 درجة. قبل ما أتطرق لهاي الموضوع، علشان أحدد أي شيء على سطح الأرض، دعنا من الحديث عن الكرة السماوية، علشان أحدد أي شيء على سطح الأرض بحدده بناء، إما بحكي مثلا القطب المتجمد الشمالي، القطب المتجمد الجنوبي، بستدل عليه مثلا باستخدام خطوط الطول، باستخدام دوائر العرض، أو باستخدام دائرة الاستواء. أوكي؟ كذلك الأمر بالنسبة للكرة السماوية، عشان أحدد عليها معالم معينة بستدل على هاي المعالم باستخدام اللي هي القطب السماوي الشمالي. شو القطب السماوي الشمالي؟ طلع هاي النقطة هون في عندي القطب السماوي الأرضي، اللي هو القطب الأرضي، اللي هو القطب الشمالي الأرضي.
المتجمد الشمالي على امتداده نحو الأعلى نحو السماء بيكون في عندي القطب السماوي الشمالي. انزل هون، أنا في عندي القطب الجنوبي الأرضي اللي هو القطب المتجمد الجنوبي الأرضي، على امتداده نحو السماء في عندي القطب السماوي الجنوبي. في عندي دائرة استواء السماء، هاي الدائرة بتقسم عندي الكرة السماوية نصفين، هذا النصف بحكي عنه النصف الشمالي يلي فياته القطب السماوي الشمالي، وهذا النصف للأسفل بحكي عنه النصف الجنوبي يلي فياته القطب السماوي الجنوبي. هلأ إذن قدامك بيوضح عندي ثلاث مصطلحات: القطب السماوي الشمالي والقطب السماوي الجنوبي ودائرة استواء السماء. دائرة استواء السماء تقسم عندي الكرة السماوية لنصفين، شمالي وجنوبي. أوكي؟ طيب نكمل. هلأ نيجي لإشي تاني بحكي عنه السمت والنظير ودائرة الأفق. هلأ عندما نتحدث عن كل من السمت والنظير ودائرة الأفق، هدولي المصطلحات الثلاثة بيتعلقوا أو مواقع مرتبطة بموقع الراصد على الأرض. مين الراصد؟ أي حدا بتطلع على السماء بحكي عنه راصد. أوكي؟ هلأ شايفه أنت الراصد؟ قلت لك الراصد أي حدا بتطلع على السماء. هيو الرصد، هيو هون. إذا الرسمة اللي موجودة معاه هاي يعني مو واضحة عندك، افتح الكتاب صفحة 186 والفيديو، يعني خليك فاتح الفيديو وقفه، افتح الكتاب صفحة 186 وتبع الاشي اللي بدي اشرح لك اياه. في عندي ثلاث مصطلحات، في عندي السمت وفي عندي النظير وفي عندي دائرة الافق. اوكي؟ هلأ شو السمت؟ لاحظ الراصد، النقطة يلي بتقع بالضبط على امتداد رأس الراصد نحو الأعلى في الكرة السماوية بحكي عنها السمت. شو بحكي عنها؟ السمت. إذا مكان، إذا أنت واقف بمكان اطلع لفوق نحو الأعلى على امتداد رأسك نحو الكرة السماوية، شو بحكي عنها هاي؟ بحكي عنها السمت. أوكي؟ أما النقطة الواقعة على الجهة المقابلة للسمت نحو الأسفل، يعني تحت رجليك للجهة الكرة الأرضية للأسفل للكرة السماوية نحو الأسفل، الكرة النصف المقابل للكرة السماوية، النصف الجاي على الجهة الثانية للكرة السماوية، النصف يلي أنت مو شايفه، يلي الراصد مو قادران يحدد وين هو يشوفه، هذا بحكي عنه شو؟ بحكي عنه النظير. شو بحكي عنه؟ النظير. إذا السمت هي النقطة الجاية على امتداد رأس الراصد نحو الكرة السماوية، بينما النظير هي النقطة الواقعة على القبة السماوية بتكون مقابلة للسمت، يعني للجهة الثانية، مقابلة بشكل رأسي طبعا. أوكي؟ هلأ في عندي إشي بسميه دائرة الأفق. هاي الدائرة بيكون بعدها الزاوية عن كل من السمت والنظير 90 درجة. دائرة الأفق بتقسم عندي الكرة السماوية إلى نصفين، نصف مرئي للراصد يلي فياته السمت، والنصف الآخر غير مرئي للراصد يلي فياته النظير. أوكي؟ إذن كمان مرة تبع على صفحة 186 على الكتاب الرسمة الموجودة معاي بالفيديو، أنا صورتها من الكتاب. أوكي؟ في عندي السمت، السمت هي هذا البني آدم الأسود هو الراصد. السمت يعني هي النقطة الواقعة على امتداد أعلى رأس الراصد. أوكي؟ بحكي عنها السمت. بينما النقطة الواقعة على امتداد أسفل الراصد إلى الجهة المقابلة في النصف الغير مرئي للراصد، شو بحكي عنه؟ النظير. أوكي؟ هلأ في عندي إشي بسميه دائرة الأفق. هاي الدائرة بتقسم عندي الكرة السماوية إلى نصفين، نصف مرئي للراصد يلي هو موجود فياته السمت، والنصف الثاني شو بسميه؟ اللي هو النظير. أوكي؟ طب لو سألتك وين القبة السماوية بالنسبة للراصد؟
هاي الرصد وهاي المنطقة يلي هو شايفها. إذا هاي المنطقة شو بحكي عنها؟ قبة سماوية. اكتب عندك هون هاي قبة سماوية بالنسبة للرصد. أوكي؟ طيب نكمل. هلأ في عندي إشي اسمه بسميه دائرة زوال الرصد. برضو افتح معاي الكتاب صفحة 187. هاي الصورة أنا بصورتها من الكتاب، موجودة عندك بالكتاب. هلأ دائرة زوال الرصد برضو هي من المواقع المتغيرة تبعا لمين؟ تبعا للرصد، زي السمت، زي النظير، زي دائرة الأفق. يعني هي مش من المعالم الثابتة على الكرة السماوية. هاي الدائرة بتتميز بست نقاط. هاي النقاط بدنا نحددها وبدك تحفظهم. النقاط مثل ما هم موجودين معك كالتالي، ببلشوا بالنقطة الشمالية من الأفق، كمان للقطب السماوي الشمالي، للسمت. شو هو السمت؟ اللي هي النقطة جاية عن امتداد الراصد. هاي الراصد، هاي الراصد للسمت، للنقطة الجنوبية للأفق من الأفق، للقطب السماوي الجنوبي، للنظير. هدول شو هم؟ ست نقاط. هدول الست نقاط بيمثلوا عندي دائرة، بطلق عليها دائرة زوال الراصد. لو اطلعنا كمان صفحة 187، يعني أنا يعني كتير إذا الفيديو عندك واضح أنا كتير بكون ممنون لو فتحت الكتاب معي برضو 187، علشان يمكن اللون مو واضح عندي بالفيديو. في عنا هون مثل خط لونه أحمر، شايفه؟ هاد بطلق عليه منحنى الزوال، هيك مثل خط لونه أحمر. منحنى الزوال هذا هو جزء من دائرة زوال الراصد، لكن هذا الجزء بيكون فوق رأس مين؟ فوق رأس الراصد في القبة السماوية. يعني هو بيقدر يشوفه، بيقدر يحدده شو بطلق عليه منحنى الزوال. شو تكمن أهميته؟ تبرز أهمية دائرة الزوال في تحديد منتصف النهار. في تحديد إيش؟ منتصف النهار. بعد 12 ساعة بيكون في عندي اللي هو منتصف الليل. أنا بهمني كالتالي إنه أهمية دائرة الزوال في تحديد شو؟ منتصف النهار، وين منحنى الزوال. أوكي؟ سهلة، جدا سهلة. حسيت حالك هون بلشت الأمور تتلخبط معك، وقف الفيديو ماشي واحفظ اللي أخذناه، لأنه نحن بناخذ الإشي مرة واحدة بالفيديو، فممكن الأمور تلخبط عندك شوية. حسيت الموضوع ماشي كمل معاي. أوكي؟ إذا هاي هي دائرة زوال الراصد، فيها ست نقاط، ابتداء بالنقطة الشمالية للأفق، فالقطب السماوي الشمالي، سمت الراصد، للنقطة الجنوبية من الأفق، لا النظير، عفوا للقطب السماوي الجنوبي للنظير. أوكي؟ هاي هي دائرة زوال الراصد. منحنى الزوال هو جزء من دائرة زوال الراصد اللي يمكن رؤيته وتحديده. طيب نكمل. هلأ في عندي إشي تاني بسميه دائرة البروج. دائرة البروج هي دائرة بتصنعها الشمس في أثناء حركتها ظاهريا. لاحظ، شايفها الشمس؟ هي دائرة بتصنعها الشمس نتيجة حركتها الظاهرية حول الأرض. طبعا ليش أنا بحكي حركة ظاهرية؟ لأنه نحن منشوف مثل كأنه الشمس هي اللي بتتحرك حوالينا، مش فعليا أنه الأرض هي اللي بتتحرك حوالين الشمس، فبحكي حركة ظاهرية. طبعا مدة هاي الحركة قديش؟ سنة كاملة. وأنا بعرف بأنه نتيجة دوران الأرض حوالين الشمس شو بينتج عندي؟ الفصول الأربعة. برضو إذا الرسمة مو واضحة عندي بالفيديو، هاي الرسمة أنا مصورتها من صفحة 188، يعني افتح صفحة 188 وتبع معي بالفيديو. هلأ شوف علي، واضح الرسمة للوحدة الأولى شكلها بخوف؟ لا، هي بتخوفش، والمعالم اللي فيها نصها أخذتهم ونصها هلأ رح ناخدهم، وكلهم حفظ. رسمة جميلة جدا، يعني هاي لو جبت لك إياها في الامتحان بجيب لك عليها أسئلة مرتبة. كيف؟ هلا هي في عنا هون الارض. انا بعرف بانه الارض مش عمودي، هي ما بتلف حوالين الشمس بصوره عموديه، الارض في عندها مايله شوي. ميلان الارض قديش؟ 23.4 درجه. هاي درجه ميلان الارض عن محورها. اوكي؟
هذا هو العمود المقام، هاي درجة الميلان، هاي معطيني الزاوية قديش؟ 23.4. هاي القطب السماوي الشمالي، هاي القطب السماوي الجنوبي، أوكي؟ الدائرة البيضاء هاي دائرة استواء السماء يلي بتقسم عندي الكرة السماوية لقسمين، قسم شمالي وقسم جنوبي. تبع بنفس الترتيب يلي أنا بحكي، أعيد، المنطقة هاي على امتدادها القطب السماوي الشمالي، للأسفل قطب سماوي جنوبي، الدائرة البيضاء اللي هي دائرة استواء السماء، أوكي؟ لهون في شيء جديد؟ أبداً. نيجي لدائرة البروج. دائرة البروج حكينا هي دائرة تصنعها الشمس نتيجة دورانها حول الأرض، أوكي؟ طيب، بينجم عن دوران الشمس حوالين الأرض اللي هي شو الفصول الأربعة؟ اللي هي بتبلش بالانقلاب الصيفي، في عندي هون الاعتدال الخريفي، هون في عندي الانقلاب الشتوي، وفي عندي هون الاعتدال الربيعي، أوكي؟ هلأ لاحظ، دائرة البروج هي دائرة ناجمة عن حركة الشمس حول الأرض، ودائرة استواء السماء حكيناها فيما سبق. هدول الدائرتين بتقاطعوا بمنطقتين، شو هم المنطقتين؟ اللي هي الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي. نظرا انه انا بيكون في عندي تقاطع، يعني الزاوية عندي شو مالها؟ الزاوية عندي صفر هون وهون، الزاوية بدها تكون عندي صفر في الاعتدال الخريفي وفي الاعتدال الربيعي، الزاوية صفر. شو يعني الزاوية صفر؟ يعني انه المنطقة في كل من الاعتدالين بيتم عندي تقاطع لدائرة البروج مع دائرة استواء السماء اللي هي البيضاء، اوكي؟ فما بيكون في عندي زاوية، فصفر. لكن لما نيجي لمنطقة الانقلاب الصيفي ومنطقة الانقلاب الشتوي، قديش عنا قيمة الزاوية ما بين دائرة البروج وما بين دائرة استواء السماء؟ قديه الزاوية عندي؟ 23.4، وهي نفسها زاوية ميلان محور الأرض، أوكي؟ وصلت الحياة؟ بدك تفهم، بدك تحفظ الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي زاوية تقاطعهم، هدول هم الاعتدالين والانقلابين موجودين على دائرة البروج. هلا انا بدي اقارن دائرة البروج في الاعتدالين وفي الانقلابين الموجودين عندها، قديش زاوية تقاطعها مع دائرة استواء السماء؟ الاعتدال الخريفي اللي هي نقطة على دائرة البروج تتقاطع مع دائرة استواء السماء في نفس الموقع، اذا الزاوية صفر. باجي هون في نقطة الاعتدال الربيعي اللي هي نقطة موجودة على دائرة البروج ناتجة من دوران الشمس حول الأرض ظاهريا، هي دوران الأرض حول الشمس. المهم، نظرا أنا في عندي نقطة تقاطع، معناته الزاوية عندي صفر. هلأ باشي للانقلاب الصيفي، الزاوية المحصورة ما بين دائرة استواء السماء ودائرة البروج في نقطة الانقلاب الصيفي بتكون عندي 23.4، كذلك الأمر بالنسبة لشو؟ للانقلاب الشتوي. انت افتح صفحة 188، في أسئلة بدي أحلها معك بشكل شفوي، ما راح أفرجيك إياها على الكتاب. بحكي لي السؤال الأول، في أي المواقع تتقاطع دائرة البروج مع دائرة استواء السماء؟ حكينا، اكتب في الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، في الاعتدال الربيعي وفي الاعتدال الخريفي، هيتهم موجودين بالسهم اللونه أحمر، موجودين بالسهم اللونه أحمر. السؤال الثاني، متى تكون زاوية سقوط الأشعة الشمسية أكبر ما يمكن عن دائرة الاستواء؟ أكيد حتكون عندي وين؟ عند الانقلاب الصيفي وعند الانقلاب الشتوي. امسك القلم واكتب معي على الكتاب. السؤال الثالث، ما العلاقة بين الاعتدالين والانقلابين وبين مستوى دائرة البروج؟ هذا الإشي اللي أنا شرحته رح أخطط لك إياه تحت، ما رح أكتبه. إنه في إشي بتكون عند التقاطع اللي هو الاعتدالين، وفي إشي بتكون لما تكون الزاوية 23.4. طيب،
السؤال الأخير بحكي لي، لماذا تميل دائرة البروج بمقدار 23.4 عن دائرة استواء السماء؟ بسبب شو؟ بسبب دوران محور الأرض حول نفسها بتميل قديش؟ ب23.4 عن العمود المقام على مستوى دوران الأرض، أوكي؟ لأنه أساساً ميلان محور الأرض عن العمود المقام عليها قديش؟ 23.4 درجة، أوكي؟ هلأ انزل تحت، بحكي لي توصلت إلى أن هناك علاقة توجد بين الاعتدالين والانقلابين من جهة، وبين تقاطع دائرة البروج مع دائرة استواء السماء من جهة أخرى. البعد الزاوي بين موقع الشمس ودائرة استواء السماء شو بسميه؟ الميل الاستواء الشمس، وهو في حالة الاعتدالين بيساوي صفر، لأن الزاوية بتكون بين الدائرتين صفر. بينما في الانقلاب الصيفي والشتوي بيكون ميلها قديش؟ 23.4 درجة على التوالي. التلخيص صفحة 172 لخصناها المرة الماضية، خططناهم. هلأ نحن بصفحة 173 عن موارد الطاقة البديلة. هنا الطاقة الشمسية واستخداماتها، هي مميزات الطاقة الشمسية 1 2 3 4، حط تحتيهم خط عندك. صفحة 174 إنه استخدامات الطاقة الشمسية إما عن طريق السخانات الشمسية أو عن طريق الخلايا الضوئية الكهربائية كما شرحت سابقا، حط خط. برضو صفحة 174 طاقة الرياح، عندما تحدثنا على مزارع الرياح. صفحة 175 الطاقة الحيوية، هيك يعني عرض لك إياهم على شكل نقاط، أوكي؟ وقف الفيديو مثل ما قلت لك، واكتب التلخيص، اكتب التعريف لكل واحد فيهم مثل ما كان بالفيديو. هلأ صفحة 176 الطاقة النووية، شو المقصود فيها؟ وهي ناجمة عن الانشطار وعن الاندماج النووي. بعدين الصعوبات يلي بنواجهها في موضوع الطاقة النووية، اللي هي تسرب الإشعاعات الضارة من المفاعلات وصعوبة التخلص من النفايات، أوكي؟ هلأ صفحة 78 اللي هو حل أسئلة الفصل. طبعا أسئلة الفصل قلت لك واجب عليك، وصفحة برضو 179 كذلك الأمر اللي هو حل أسئلة الفصل. هلأ نيجي للفلك وعلوم الفضاء. صفحة 182 جغرافية الكرة السماوية. طبعا أنا أدق التفاصيل يعني حكيتها كامل، بس أنا بحب أخطط لك عشان أسهل للعين. هاي تعريف الكرة السماوية والقبة السماوية أيضا، أوكي؟ بعدين هون بالرسمة معطيني القبة السماوية كيف شكلها، اللي هو الإشي الظاهر للراصد. وهون الكرة السماوية بتتكون من القطب السماوي الشمالي والقطب السماوي الجنوبي ودائرة استواء السماء. 183 في عندي دائرة استواء السماء والقطبان السماويان. في عندي هون حل أسئلة، بحكي لي السؤال الأول ما مقدار الزاوية بين دائرة استواء السماء وبين كل من القطبين الشمالي والجنوبي؟ أكيد 90. السؤال الثاني، هل يوجد أكثر من دائرة استواء للسماء، استواء للكرة السماوية؟ أكيد لا. ما عدد النقاط الدالة على القطب السماوي الشمالي والجنوبي؟ فيش غير نقطة 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 بتدني على أنه هون في عندي قطب سماوي شمالي، نقطة أخرى بتدني على أنه في عندي هون قطب سماوي جنوبي. هل موقع القطبين السماوي الشمالي والجنوبي ثابت أم متغير؟ أكيد ثابت، أوكي؟ لأنه هم على امتداد على امتداد القطب السماوي، على امتداد القطب الشمالي الأرضي والقطب الجنوبي الأرضي. صفحة 184 هون بيحكي لي عن دائرة استواء السماء، حط خط. طبعا هاي نحن حكيناها بأدق التفاصيل. لاحظ هوني
بيكون في عندي القطب الشمالي الأرضي، على امتداده بيكون في عندي القطب الشمالي هوني، قطب الجنوبي الأرضي على امتداده بيكون في عندي القطب السماوي الجنوبي. هلأ في عندي السمت ودائرة الأفق، صفحة 185 في عندي أسئلة بتتعلق فيهم. السؤال الأول، هل يمكن للراصد رؤية نظيره ولماذا؟ أكيد لا، لأن النظير يقع أسفل قدمي الراصد بالمنطق يعني. كم يبلغ عدد نقاط السمت التي يمكن تحديدها على الكرة السماوية؟ يفسر إجابتك عدد لا نهائي، لأن السمت مرتبط بموقع الراصد. يعني تخيل كل عدد، لو سكان الأردن كلهم اطلعوا عندي على السما في نفس اللحظة، شوف كم عدد السمت نفس عدد سكان الأردن، فيعني من الموضوع صعب. كم يبلغ عدد دوائر الأفق التي يمكن تحديدها على القبة السماوية؟ برضو عدد لا نهائي، عدد لا نهائي. هل يشترك جميع الراصدين بقبة سماوية واحد، أم لأن لكل راصد قبة سماوية محددة تعتمد؟ أكيد أنه لكل راصد قبة محددة، والقبة السماوية بترتبط بموقع الراصد. هلأ تحت معرف لي شو هو السمت 185، ومعرف لي أيضا شو هو النظير، مكمل في بداية صفحة 186. هي النظير وهي دائرة الأفق. أوكي، حط خط بعدين معطيني الشكل. هاي السمت، هاي النظير، هاي دائرة الأفق. هذا الشكل كان معنا بالفيديو وشرحته شرح تفصيلي. هلأ ننزل دائرة زوال الراصد 186، معرف لي شو هي دائرة زوال الراصد، وهي الأربع الست عفوا الست نقاط يلي بتمر فيهم دائرة زوال الراصد. صفحة 187، هاي هي جدا مهمة، جدا 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 مهمة، ويلي شرحتها وكانت موجودة بأدق تفاصيلها بالفيديو. تحت القوس الذي يظهر القوس لونه أحمر من هذه الدائرة فوق رأس الراصد في القبة السماوية يمكن تحديده، يدعى منحنى الزوال. أوكي، أهمية دائرة الزوال في تحديد منتصف النهار بالنسبة لأي راصد على سطح الأرض. هلا انزل تحت، في عندي دائرة البروج، معرف لي شو هي دائرة البروج. حكينا بأنه هي دائرة عظمى على الكرة السماوية تصنعها الشمس في أثناء حركتها الظهرية حول الأرض في أثناء سنة كاملة، وتميل هذه الدائرة بمقدار 23.4 عن دائرة استواء السماء اللي هو ميل محور الأرض. صفحة 188، هاي احنا حكيناها نحن وشرحناها، والأسئلة والتلخيص برضو كذلك الأمر حكيناه. هلأ نحن شباب وصبايا خلصنا الدرس، إن شاء الله بشوفكم الحصة الجاي في إشي جديد بإذن الله. قريبا حنختم المادة، الفيديو طويل شوي لأنه أنا بعطيك 3 حصص في حصة، يعني المفترض أعطيك 3 حصص، أنا بعطيك إياها حصة واحدة للتسهيل والتخفيف عليك. بتمنى تدرس أول بأول، المادة ما بتتحمل إنك تأجلها أبدا. يعطيكم ألف عافية.